لما نتكلم عن دول مقاطعة نتكلم عن أيضا مصر طبعا الدولة الكبرى كذلك في الدول العربية. نتكلم عن الإعلام المصري ونتكلم عن ما عانته مصر من قطر وأيضا الإعلام القطري الذي يمارس ضد مصر كل يوم تشكيك في سياستها، تشكيك في عنفها، تشكيك وغيره وغيره. عانى الإعلام المصري في اقتصادها، في قوتها. الإعلام المصري لم يتكلم يوم من الأيام عن الحج وتسييسه، رغم ما مر من قبل ممكن بعض اختلاف وجهات النظر. لم يتكلم الاخوان في مصر برود علاقات، وبرود علاقات كانت بينه وبين مصر، لكن نظل اخوان في الاخير، يعني هي في الاخوه هي الرمز الاخير. نعم. لم يتكلموا عن تسييس حج، ولم يتكلموا عن حج، ولم يتكلموا عن غيره لثقتهم الكبيره وبالمنكرم السعودي وكذلك بامكانياتها الكبيره. قطر تضرب اكثر واكثر في هذا الموضوع. نعم. بنتكلم عن هذا الموضوع، لكن خلينا نسمع حاجه جميله امانه، انتقيتها مقطع جميل من الإعلام، أحد الإعلام المصريين يتكلم عن الحج وتسييسه، وبنرجع بعد ذلك نتحدث أكثر وأكثر. وبجيوشها وبعلم أبنائها استطاعت أن تكون حائط صد كبير ضد أطماع كثيرة جدا في الأمة العربية. المملكة العربية السعودية بسياساتها الخارجية استطاعت أن تجبر كل قوى العالم أن تقف احتراما لها اليوم، وتقف احتراما لحقها في الحفاظ على سلامة أراضيها. الآن المملكة العربية السعودية لم تستدعي قوى أجنبية، لم تطلب من قوى أجنبية. 100 طائرة سعودية في الجو، يقودها 100 طيار سعودي عرب من أصول سعودية، تعلموا وأنشأوا أجيال جديدة.